بالله ما تغشوا برسمكم بالله اوكي والله لا ومني تو نحكي لكم هذا فلوج دونك باش نحكيو فيه باش نفرغ قلبي كما يقولوها ساعه لا بالله يجي خويا ما مصطني ليتس بيجن السلام عليكم الناس الكل معكم اليوم احمد كابو كالعاده في فيديو جديد واليوم نتقابلوا في فلوج باش نحكي فيه معناها اللي صار معايا في البريود الاخرانيه وعلي في ثلاثه جمع اللي فاتوا ما هبطت حتى فيديو سو باش معناها نقول شنو اللي صار اكزاكتومون اول حاجه نبداو بها انه الكاميرا ما كانتش عندي تو جاتني الكاميرا كنت في كونترين ما خديتها من عند صاحبي تو خديت الكاميرا باش نجمت نصور يعني في اللحظه هذه باش تشوفوا معناها عليه خاطر الكاميرا مهمه برشا لاي يوتيوبر خاطر ما نجمش نصور بالتليفون تكون مستنسيب كاليتي مزيانه وبعد نطيح في الكاليتي دونك مش افار قلت نستنى بعد نرجع رجع مريقله زاده كنت لاهي بقرايتي يعني انا سناب بريمير نعرف باش تقولوا لي بريمير وسيب عليك وقرايه وشي همك مي انا معناها حتى من غير ما نقرا راني نجيب ال 15-14 نتاعي معناها فاسيلمون اما حاجتي بسيز فما فوق يعني يا اما نقولوا 15 قويه 15 80 70 ولا 16 فما فوق باش بابا يعني يشري لي معناها الحاجات اللي نحبهم واللي هما تو بالنسبه لي اهم حاجه هي الكاميرا خاطر الكاميرا هي باش يجوني تو نحكيو بشويه اول حاجه نحكيو فيها حكايه الكاميرا اول حاجه باش نعملها هي باش نشريها هي الكاميرا الكاميرا تو عندي تقريبا ثلاثه جماع وانا نسهل ونلوج وشكون خير وشنو وكل شيء كل شيء معناها شفت الديناميك رينج شفت الاي اس او بيرفورمانس كل شيء لوجت من كل ناحيه وفي الاخر وانا البيدجي نتاعي ما لازموش يفوت 1,700,000 1,800,000 ماكسيموم باللي زوبجيكتيف نتاعها معناها فما السوني A6300 فما ال A6300 تعمل 1000 يورو بواتي نو يعني خارج البيدجي نتاعي فما ال 70D كيف تعمل 800 يورو ما نجم نلقاها في تونس 1,900,800 كيف خارج البيدجي نتاعي دونك نتلزي اما نهبط بال 60D نتاع كانون ولا السوني A6000 ولا حاجه من عند نيكون وكما تعرفوا نيكون مش منصوح بها برشا في لي فيديو خاطر ما فماش هيك المانيوال مود اللي تقع عند كانون وسوني ما تقاش سيلوك 2 سيلوك 3 باش تعمل كولور جريدينغ وكل في الاخر اخترت السوني A6000 السوني A6000 بريسك هي بدل A6300 لكن A6300 زيد عليها برشا اوبسيونات مش شويه برشا اوبسيونات صحيح زيد عليها اوتوفوكوس خير مي حتى الاوتوفوكوس نتاع السوني A6000 خير بريسك من حتى الكانون 70D اللي معروفه والمعناها بالاوتوفوكوس نتاعها الكانون 80D في بالي بها هبطت لكن كيف خارج بالجي نتاعي سوني A6000 تعمل في 500 يورو اوتوفوكوس طياره اي اس او بيرفورمانس مش عاديه الديناميك رينج مش عاديه نجم نصور حتى بالسيلوك 3 سيلوك 2 بعد نعمل كالور جريدينغ كيما نحب انا ونخرج تصويره طياره من غير ما نخسر الهايلايتس والشادوز وهكاك تصويره تكون صافيه وخير وسومه جديده 500 يورو يعني في البيدجي نتاعي بالباهي يعني كي ناخذها حتى جديده ب 500 يورو بوتي نيو ناقة يفضلوا لي نقولوا 400 يورو للزوبجيكتيف ولا 500 يورو نقول 400 يورو 400 يورو يفضلوا للزوبجيكتيف بالنسبه للزوبجيكتيف قلت كنت ماشي في ثنيت اني ناخو برايمز البرايمز هما يعني اوبجيكتيف ما غير زوم يعني الفوكال لينث نتاعو هي بيدها مثلا 50 مليمتر 35 22 10 يقعد فيكس كيما هو مش كيما مثلا اللي يجيو مع لي كانون ديما والنيكون تلقى ديما 18-55 كيما معناها بالزوم لكن الاوفرتور نتاعو الابتشر تتبدل وانت تزومي هذاك علاش نستحق انا واحد باش يعمل لي هيك البوكا هيك الافكت اللي يعمل الفلو وراء السوجي مثلا باش نصور سوري مثلا كيما اللي تراهم عند MKB HD تصور تليفونك الفلو اللي وراه وكل نجم نعملو بالوبجيكتيف هذيا مش اما مش كيما يعملوهم هما خاطر هما مثلا التك يوتيوبرز المعروفين عندهم اوبجيكتيف معروف برشا اللي هو السيجما 18-35 سومو 800 اورو اف ام بوينت هذا الاوفرتور نتاعو يعني فيه ديبث اوف فيلد مش عاديه جمله هذاك علاش طبعا كي نفوكس مثلا على صبعي ورا صبعي ما تشوف شيء
هذاك علاش معناها لازمني اوفرتور طياره وفي نفس الوقت نجم نزومي ونوخر خاطر حاجتي بوايد انجل باش نجم نعمل شوتس كيما هكايا هذه ب 18 ملم تو نشوت فيها. دونك لوشت البرايمز قلت باش يتكلفوا لي برشا خاطر لازمني 50 ملم لازمني 35 ولازمني 22 هذوما الكل في الاف 1.8 يتكلفوا لي في 600 يورو مع بعضهم. دونك قلت ياسر عليا لوشت في الاخر قيت اوبجيكتيف من عند سيجما اللي هو 17-50 f/2.8 اوفرتور مزيانه برشا يخدم في اللايت سيتويشنز يعني كي نبدا نصور في الليل حاجتي بماش انا باش الاي اس او ما نطلعوش برشا وتكون التصويره صافيه في الليل. هذاك علاش ديجا والله ما زدت مريض. هذاك علاش قلت الاوبجيكتيف هذا اللي يسمو 350 يورو اعز شوا ليلي. عندي الفوكال لينث من 17-50 وعندي لوفرتور اف 2.8 وهكاك معناها الكومبو نتاع السيجما والسوني A6000 يعطيوني كاليتي مش نورمال ان شاء الله. دونك حضروا روحكم في الصيف اذا كان ان شاء الله بقدره ربي نجيب فوق 15000 يعني قدره ربي ان شاء الله عندي مريقله 15000 وفما فوق ان شاء الله اول جمعه بعد العطله ناخوها وهكاك ان شاء الله ناخذ الكاليتي تولي خير 1000 مره وتولي نيكست ليفل في الكاليتي نتاع الشين ومتاع الفيديوهات. نتعداو تويكا للسوجي الثاني اللي هو تو باش ناخذ الكاميرا مي شنو باش نصور يعني باه تجيب كاميرا باش تعمل لنا كالعاده هيك الفيديوهات نتاعك تكسبليكي فيهم وتفهمنا وكل جيم بلايز وكيما نعرف كيما تعرفوني العاده ريفيوز شويه مي ريفيوز معناها الى منيش اجيب لقطايا كيما شفتوا مكي دراكو ويتش كل حكيو مع ريزر وبعثوا لهم. انا من قبل من تقريبا 3 سنين عملت الحكايه هذه معناها من قبل برشا نحكي مع الشركات برشا شركات كانوا يقولوا لي لا خاطر ماكش باش تفيدنا وكل قالت لي بي افير ميديا قبل بعامين أدت قبل بعام يعني ديجا عملت قبل ريفيوز وتنجموا تشوفوهم في الشين وقت عمري 12-13-14 هكاك تويكا الشين معناها نقولوا كبرت بالباهي والفيسبوك بالباهي ومعناها وليت عندي نقولوا اوديونس عندي تاثير صغير على الكوميونيتي نعرف مش كيما جماعه تريم تيم ودراكوور وكل على الاوديونس نتاع الجيمنج على الكوميونيتي نتاع الجيمرز لكن ان شاء الله بالخدمه نوصلوا معناها انا في الاخر نعمل على الفان اما اذا كان خدمتي وصلتني باش نولي نقولوا عندي تاثير اكثر على الكوميونيتي ناثر رايي اثر اكثر على الجيمرز التوانسه في الاشواء نتاع البرودوي نتاعهم هكاك معناها يولي يبعثوا لي الشركات وهذاك اللي صار تويكا وصلت نقولوا الاودينس معقوله برشا وان شاء الله الحمد لله معناها نزيدوا نتحسنوا تولي عندنا كوميونيتي اكبر برشا في شان تونيزيان جيمرز. تويكا شنو اللي صار المده هذه كلمت هايبر اكس اللي هي شركه تصنع لي رام لي ديسك دور لي كاسك لي كلافيي لي سوري معناها هي تابعة كينغستون يعني فرع من كينغستون لكن سبيسياليزي في الدومين جيمينج. دونك كلمت كينغستون هايبر اكس قلت انا شفت الكاسك نتاعهم عند اوسم سورس نتورك الكاسك اسمه الكلاود ريفولفر اللي هو باش يغطي على الكلاود 2. دونك مشيت لهم قلت لهم اش قالكم تبعثوا لي كلاود ريفولفر قالوا لنا ما عندنا حتى مشكل لكن تستنى الشهر ماي اللي هو تويكا. ما قالوا لنا قبل ما نبعثوا لك الريفولفر باش نبعثوا لك الكلاود 2 اللي هو الكاسك القديم نتاعهم. قلت علاش لا ما قلت اش قال لكم نعمل كومباريزون بعد معناها كي يجيني الريفولفر نعمل كومباريزون بينهم. قالوا لنا قالوا لي لا خاطر عندنا هكوما لي دو كاسك عندهم زوج توجهات الكلاود 2 يعمل كل شيء نقولوا غناء جيمنج اللي تحب انت تعمل به خاطر ديجا هو بازي على كاسك ما غير ما نزيد نطول في الكلام. الريفولفر قالوا لي اللي هو ديدي للاف بي اس جيمرز يعني للناس اللي تلعب اف بي اس قال لك 7.1 نتاعو بورتون انا مانيش من المحبين برشا نتاع الفيرتوال ساوند مي قالوا لي اللي 7.1 نتاعو باش يعجبك. قلت لهم ان شاء الله دونك باش يبعثوا لي تويكا الكلاود 2 امس عطيتهم الادريس وان شاء الله باش يبعثوا لي وان شاء الله مريقل. دونك عندي كلاود 2 استناو الريفيو نتاعو حتى لين يوصل لي حتى نجربو ونشوف اللوز والميتس والساوند كواليتي الكل في الكل واذا كان ان شاء الله عجبتهم خدمتي ان شاء الله علاش لا نعمل لكم جيف اويز وكل مع هايبر اكس وان شاء الله خدمتنا تتحسن بالوقت بشويه. ثاني حاجه كلمت ريزر دراكوار عاوني باش وصلت الريزر كلمتهم قال عجبتهم برشا خدمتي قالوا لي
باش نبداو نجربوا معاك، خاطر قالوا لنا ديجا عطينا برشا يوتيوبرز من تونس، مي باش نشجعوك انت ما دامك خدمتك مزيانه وكل، باش نشجعوك باش يبداو يعطيوني الريزر مامبا تورنمنت اديشن اللي هي السوري ريزر مامبا اللي هي ورثت عديث قادر القديمه نتاع ريزر، وباش يعطيوني معها ماوس باد اللي هي ريزر جولايثس ماهيش الريزر فاير فلاي. قالوا لي ان شاء الله بعد نكملوهم لك لي برودوي نتاعنا، مي قالوا لي تو نبداو نجربوك بالريزر مامبا. دونك اوك عندكم تو الهايبر اكس كلاود 2 والمامبا في السيوريك، وما ان شاء الله بقدرة ربي اول دو ريفيو باش يصيروا اون برينسيب بعد ما توفى القرايه يهبطوا دي ريفيو هكوما، حتى لين نجربهم حتى لين يوصلوا لي اصلا ان شاء الله يوصلوا مريقلين. وكل عاده نوعدكم ان شاء الله في الصيف، اذا كان مش كل فيديو كل نهار فيديو، اذا كان مش كل نهار فيديو كل نهارين فيديو، وفي رمضان اذا كان نجمت كل نهار فيديو ان شاء الله، مي في السيور ان شاء الله كل نهارين فيديو، كسو سوا جيم بلاي اكسبلانيشنز كما العاده، جيمنج نيوز ريفيوز، كل شيء ان شاء الله باش تقاوه في الصيف، وان شاء الله يكون العام اللي الشين هذه تحول للنكست ليفل. دونك تقريبا هذايا اللي حبيت نوصله لكم، حبيت نعتذر خاطر والله الى مزوز، وهذا اللي نعمل فيه كل اللي مانيش نهبط تويكا، خاطرني الكل ومصلحه الشين والمصلحه قرايتي، ومعناها باش كل شيء، ما مش اليوتيوب اثر لي على قرايتي ومش قرايتي تاثر على اليوتيوب. دونك ان شاء الله تتفهموا الحكايه، ان شاء الله وصلت الفكره، ان شاء الله كل شيء فهمتوه. اذا كان ما فهمتوش حاجه قولوا لي لوطه في لي كومونتير، وكل عاده تستحقوا اي حاجه مرحبا بكم في الباج والا في الفيسبوك نتاعي والا في الشين، وين ما تحبوا ان شاء الله نجاوبكم. اذا كان تعملوا مزيه بارتاجيو لنا الفيديو باش يوصل اكثر ممبر ممكن، كومنت ولايك كل عاده، وثانك يو سو ماتش جايز، ايم سو سوري على لاك اوف فيديوز، ان شاء الله يرجع كل شيء. كاو كاو في بالي. كان معكم احمد كابو من موقع تينيزين جيمرز، ديما نحط صبعي قبل ما نمشي، مش مشكل. كان معكم احمد كابو من موقع تينيزين جيمرز، صلى عجبكم الفيديو، السلام عليكم.